ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد، فيديو النهارده سموزي لان مروان بابلو بارانويا وبرودوسر كينجو بيتس. كينجو انس، وانا شفت اسمه قبل كده ما اعتقدش. سموزي لان ده عنده 2000 سبسكرايب، حوالي 3000. استنى يا رب اكون انا اللي احوله 3000. اوكي لا بس. اوكي ما علينا، يا ريت نحوله 3000، يا ريت لو قدرنا. اوكي بس من قبل ما نبدا، مروان بابلو فيعني انا متبشر كده كده ان الاغنيه حلوه. اوكي بس احنا هنسمع الاغنيه بتتكلم عن ايه. اوكي ما علينا، لو انت بتعرفنيش اتفرج على الفيديوهات القديمه، والديسكورد موجود تحت في الديسكريبشن. خلينا نبدا على طول الفيديو عشان ننجز. اوكي يلا ليتس جو. استوك انا دخلت على طول كده حلو. ها كده حلو صح. بارانويا اوكي، سموزي في بابلو اوكي، كينجو بيتس ليتس جو بيبي. موضوع بسيط، التليفون كاتبين مواويل يا نفض وبزيد لما اموت بنور ضريح. رتبه في الشغله وداليه ونشال ترفع حبات. ثواني انت عارفين انا ايه اللي عجبني في البيز ده؟ اوكي ثواني، البيز ده عارفين انت اللي هو من ضمن الانواع اللي انا بحبها تقريبا. انا مبعش اي بيز اصلا، اي حاجه بتعمل خلاص تخرم وداني وخلاص هي بحبها. بس لا البيز ده تحفه بصراحه. يا ادخل دي في عربيه مثلا، حاطط اسمها ايه، بيسموها ايه، ساوند سيستم. انا ناسي كلمه ساوند سيستم. على الرغم ان انا بحب العربيات تخيل، وناسي يعني ايه يعني كلمه ساوند سيستم. تخيل ما علينا، بس تخيل ان انت في عربيه، طبعا انت بتسمع طبعا بيبان اللي هي بتزز مع البيزه. فتخيل بقى مع البيزه دي وانت بتسمعها في العربيه، فاهم؟ مش محدش هيوصل للخيال اللي انا فيه. اوكي انا مع البيز بتخيل حاجات كده بتخليني يا رب حد يفهمني يا رب. رتبه في الشغله وداليا ونشال ترفع حبايه انا برفع الكاس لات كتير افسد. معاذ ويحيى البروديوسرز الموجودين هنا في القناه، ايه انا عايز حاجه، اعملوا حاجه كده. ما علينا هما بيتس برضه حلو. اوكي انا عارف ده. اوكي بس اللي هو يعني فكره ايه اكيد انتوا كمان هتجيبكم البيز ده اكيد مش محتاجه. اوكي لان دماغنا واحده، فالبيز ده حطوه صدقوني، اسمعوا كلامي البيتس اللي انتوا بتعملوها هتبقى ما علينا حاولوا تجربوا. اوكي يعني قبل ما تجربوا، لو انتوا حابين قبل ما تنزلوا تسمعوني يبقى زي فول. اوكي هقول لكم رايي، مش هعمل عليه رايك ما تخافوش، مش اللي هو يعني كده، بس هتكلم على الفيديو. لو انتوا عملتوا حاجه زي كده هتكلم اقول لهم نزلوا بيت جامد فشخ، فاكرين الفيديو كذا بتاع مروان بابلو. اوكي ف اعملوا حاجه كده. اوكي يعني خلينا نكمل. الجاد عندك اراء ما عندكش انجازات، عاوز زميلي وهبطحك غير بالعافيه صدعك، اطلب اوبر اروح بلاش تعيشها وتزيد، كلام اللي جاي بالايد لازم يريد هارتك، دماغك تحت المطرقة كينج مفيش بمبك، ومن غير انتظر كل رهاناتنا كسبانة، شباب دي غلبانة تفضل دايما عشمانة، مش عارفين يطولونا عشان عينيهم حسدانة. شباب ليه البابا دي جي توتي خالد شادي، اسمه شادي او اسمه ايه، دايما بنسى اسمه والله، دايما بنسى اسمه، مش فاكر اسمه شادي تقريبا حاجه زي كده، شهاب او شادي حاجه زي كده. بروديوسرز الموجودين في مين تاني من ضمن البروديوسرز الموجودين جامدين فشخ؟ الناس دي احنا عندنا عباقره، انا ما كنتش اعرف ده، احنا عندنا عباقره. كينجو انا عجبني فشخ البيت ده، انا عارف انا سامع تقريبا دلوقتي مش نص الاغنيه بس يعني لحد ما اكتر من يعني قربت على النص. اوكي النص الاغنيه، بس عايز اقول لكم انا كل كلامي على البيت انا عارف ده. اوكي
برو انا البيت يهمني يعني توزي في الكلام، لان لو الكلام حلو زي دايما بقول الكلام ده، اوكي لو كلام حلو البيت مش حلو عمرك ما هتسمع الاغنيه تاني، عمرك وعمرها ما هتعجبك، لان البيت ليه عامل تقريبا هقول قد ايه 70%، اوكي الكلام 30% عامل، اوكي ده يخليك تسمع الاغنيه اكتر من مره، العامل الاساسي اللي تخليك تسمع الاغنيه اكتر من مره هو البيت 70%، فمهم جدا البيت. فان انا اتكلم او اعمل رياكت عن البيت ذات نفسه وما اتكلمش على الكلام، فاللي انا بعمله ده صح، اوكي؟ لان فعلا يعني تخيل كده، ركز كده مع نفسك الاغاني اللي انت بتسمعها بتسمعها ليه، ركز كده ركز، هتلاقي ان انت بتميل للبيت، اي بني ادم كده هتميل للبيت، فاهم؟ ما علينا خلينا نكمل. ثواني ده ايطالي، ثواني ده ايطالي، انا ما كنتش عامل حسابي ده في ايطالي. ساليتو اوكي انتي جواردي مي جواردا سباريتو يا انا خري خيالو عفريت عرض كاسيتو بروتيتو ساليد دافانتي لي جواردي مي جواردا سباريتو يا انا خري خيالو عفريت عرض كاسيتو مكان الساوليتو دنت كونشيرتو فاتشي لي سبيتاكلو بركوستا كوزانو تفيدو احتل ايطاليا عربي اوكي عادي صباح الفل قشطه اقدر انفذ انا ومين المسجل على البيت انا اجيبه ده دونون سي جانج وات دونون سي ماي فريند وات دونون سي جانج دونون سي تونون سي ماي فريند My friend مش ايطالي ده انجلش. تونن سي ميو اميكو مفروض، بس هي مش تبقى حلوه. تونن سي ميو اميكو ميو اميكو مفروض بس مش تبقى حلوه. هي تونن سي ماي فريند اوكي ماشي اوكي عشان الفلو اوكي عادي هنعديها ايش صباح الفل. فيدو احتل القضاء نفذها لو من المسجل على البيت انا اجيبه ده تونن سي جانج وات تونن سي ماي فريند وات تونن سي جانج Don't say my friend. What? عنده ضيق وانا فريس. عندي طاقة من حساس. طاقة ليخفى من امير. شبح يضيع انا اسر. طاشة جاية مين يلبس. روعة روعة انا اساس. اوكي انا مبسوط اوكي. اول حاجة عشان اللغة اوكي ان في ايطالي. انا عايش في ايطاليا اوكي. انا مبسوط. ايوه كده. مع ان حتة الاخيرة دي my friend مش قادر تقول ميو اميكو. طب حاول ان انت تمشيها سيكا مع الفلو. تونون سي ميو اميكو تونون سي ميو اميكو مش عارف بس هي ماي فريند انا عارف ان هي احلى اوكي انا عارف بس كنت حاول فاهم تقربها اوكي انا عارف ان كلمة جانج برضو مش ايطالي اوكي كده ماشي اوكي عنده ضيا وانا فريس عندي طاقة من حساس طاقة لخفة من امير شبح يضيع انا اسر طاشة جاية مين يلبس روعة روعة انا اساس ووت وانزح عاملة جاي ستبل هتقبل الوحش في الليفل سوبر روبا ماريوانا اوكروس جاي ستبل هتقبل الوحش في الليفل سوبر روبا ماريوانا اوكروس بنيادا من هيك كيف مين في الليفل سوبر روبا ماريوانا اوكروس بنيادا من هيك اوكي روس بنيادا اوكي كيف مين معانا بنحضر ونصدر ونجيب الرجالة اي تونون سي جانج ولا تونون سي ما فريند ولا تونون كاتشي فشخ على فكرة تونون سي ماي فريند كان كاتشي فشخ حلو اوكي انا عاجباني الحتة دي اوكي انا كنت بغلطها في الاول بس انا عاجباني بالرجالة اي تونون سي جانج ولا تونون سي ماي فريند ولا تونون سي جانج تونون سي ماي فريند ولا عندك خطة تعيش جينا هنشجع احنا الاقوى فيها زي ما تراز برزيح تقفل كشات هتحاول احنا جينا اي شار وانا جس لا ده انا كده دمرت الخس رافع الاسم انا سخنت على فكره اقسم بالله انا سخن دلوقتي عايز اقوم فاهم عايز ارقص لا لا الواد ده برنس على فكره هو اسمه سموزي هو اللي بيغني دلوقتي صح انا فخور اوكي انا فخور من انا ما كنتش بسمع عربي بس انا دلوقتي فخور اقسم بالله فخور ان احنا في مصر بنعمل حاجه كده بجد انا فخور فشخ فخور فشخ فخور فشخ اوكي كده اقدر اسمع لو حد ايطالي عايز يسمع عربي هقدر اسمعه عربي فلو كنت بتكسف لان في شعبي انا هتكسف بصراحه اوكي الشعبي انا بالنسبه لي شيء مقزز ما بحبش الشعبي اوكي
لان عم في اضرار كتيره قوي حصلت في مصر بسبب الشعبي. بس كده عندك شيرتون اقدر اسمعها لاي حد ان هو في ايطاليا حتى لو مش فاهم، انا بتكلم على اساس انها هسمعه هو مش هيكون فاهم، فلما اسمعه حتت برضه فيها ايطالي هتبقى هقدر فاهم، اقدر ابقى اللي هو واقف واثق ان الاغنيه هتعجبه. اوكي اللي هو هيبقى وهو سامع حاسس ان هي تقدر تحركه. انا الاغنيه دي اللي هو انا سخنت، اوكي انا دلوقتي انا سخن فشخ، اللي هو انا عايز اقوم ارقص اصلا، اللي هو ماني ما بعرفش ارقص، بس اللي هو عايز اقوم ارقص، اللي هو اتحرك وخلاص اتنطط اعمل اي بتنجان. بس السخنه دي اللي هي تقول من ساي ماي جانج. اوكي جانج ماي فريند، عندك خطه عايش جينا هنشجع احنا الاقوى فيها زي ما ترز بالرزيح، عندك خطه عايش جينا هنشجع احنا الاقوى فيها زي ما ترز بالرزيح، تقفل كشات هتحاول احنا جينا ايه شر وانا دس، لا ده انا كده دمرت الخس رفع الاس حضر الحفله كده والجس سونا جنبس سونا جنجس انا في الحرق سونا جنجس. اوكي رفع الاس حضر الحفله كده والجس سونا جنبس سونا جنجس انا في الحرق يخرج بخارست شعر انا كله راستا اسمك ساب الجني لحن التت. انا الواد ده انا عايز اسمع له تاني، انا الواد ده عايز اسمع له تاني اقسم بالله. underrated سموزي لان underrated فشخ يا جماعه، ابتدوا اسمعوا الناس دي اقسم بالله جامد فشخ. مرت الخس رفع الاس حضر الحفله كده والجس سونا جنبس سونا جنجس انا في الحرق يخرج بخارست شعر انا كله راستا اسمك ساب الجني لحن التس بر ده مسكره ساب الدنيا تجيب اخرها جوه كتابها انا درس لو تتفرع انا اسرح ديتها بالكاس وبكرف يا فيدي كوم اللي سيني وبنحضر ونسال اسئله ديتها بالكاس وبكرف يا فيدي كوم اللي سيني وبنحضر ونسال اسئله ديتها بالكاس وبكرف يا فيدي كوم اللي سيني وبنحضر ونسال اسئله يا انري بورده اللي سيني وبنحضر ونسال اسئله. بابا موضوع بسيط عالتليفون كاتبين مواويل يا نفض وبزيع لما اموت بنور ضريع. واو اوكي ثواني انا عندي هحطها في الفيفوريتس عندي او الواتش ليتر. اوكي واتش ليتر اوكي لايك سموزي انا فرحان انا عملت لك سبسكرايب اول ما دخلت، انا بجد انا فرحان. اوكي انا مش عارف انت عندك اغاني قد ايه، بس انت عندك بس دول اوكي ست اغاني زعلان ست اغاني. اوكي بيفكرني باسمه ده افاتار او افا اوكي عشان اسمه بقى افا دلوقتي افاتار. لو حد مش فاكره استنوا هسمعه لكم دلوقتي ثواني لحظه اللي هو ده. انا هحط لكم اللينك بتاعت افاتار. اوكي دي انا عملت عليها رياكت اصلا الاغنيه دي بار مشاكس. اول حاجه انا من ضمن الاغاني اللي بحبها الافاتار اوكي عنده افا بق بق 2 دي اللي بحبها اوكي، وعنده الشامبو والبار مشاكس من ضمن الاغاني اللي بحبها. مش فاكر كان انهي اغاني برضو اللي قعدت اسمعها كتير فشخ، كان من ضمن الاغاني اللي بحبها تقريبا اسمها ايه ثغره تقريبا ثغره حاجه زي كده، هي كانت شامبو اوكي انا هتظهر لكم دلوقتي اوكي شامبو دي. بص انا سامع تقريبا اغلب الاغاني بتاعته، بس دي حلوه فشخ. احلاهم بقى اللي هي بؤبؤ دي. دي 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 انا سمعتها تقريبا بتاع اكتر من 5000 شايفين 200 وشويه دول تقريبا ده انا اللي عاملهم اصلا اوكي. دي برضه مشاكس تقريبا دي تاني اغنيه سمعتها له، انا اللي سمعتها له اول واحده اللي هي 2 او 2 في 2 لان انا ما كنتش فاهم، وطلع ان اصلا العلامه دي كان عاملها اللي هي 2 وفي في علامه في، فانا ما كنتش فاهمها ساعتها وقعدت اقول هي دي علامته مش عارف ايه، كنت عامل فيها يعني عبقري بحاول افسر او اترجم في الاخر لما طبعا لما رجعت اللي هو 2 في 2 2 و2 في 2 فاهم، ما كنتش واصل. هو ما كتبليش حاجه يعني انا ما اتكلمت هو ما كتبليش حاجه ما اعرفش ليه ما عليه، بس روحوا يعني روحوا اسمعوا الاغاني اللي انا قلت لكم عليها دي واسمعوا الاغاني التانيه لان ممكن تكون في اغاني تانيه تعجبكم وتكون انا
ما اتكلمتش عليها اوكي، او اللي هو ما سمعتهاش اوكي، بس انا اغنيه شامبو دي انا كنت كان عندي فضول وعجبتني، يعني اول ما سمعتها عجبتني. بؤبؤ 2 اوكي اللي انا بقول لكم عليها دي اللي هتظهر لكم تاني اوكي، دي اول مره تسمعوها مش هتبقى حلوه اوكي، لان اول مره سمعتها ما كانتش مش قد كده، دي من كتر ما تسمعها كل مدى ما بتحلو اكتر، كل ما تسمعها كل ما بتحلو اكتر. فطبعا انا بكلم في ايه دلوقتي، ان الناس اللي هي اندر ريتد فشخ زي افاتار او سموزي كده، الناس دي اندر ريتد، انا مش عارف الناس دي المفروض تطلع مره واحده تبقى بوم على طول فوق، مفروض او ما نزل كام تراك اللي هو المفروض على طول. انا مش فاهم ليه، انا زعلان اوكي بالنسبه للحته دي، وفي نفس الوقت فرحان ان في ناس كده اصلا في مصر اللي هو ما كنتش اتوقع اصلا، فاهم؟ بس كده، رب يكون الاكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا جوس.